طب الأول بعد أجازة منتصف العام بالنسبة للجنة التعلم الإلكتروني بوحدة التعليم الطبي. اللجنة مشكلة من دكتورة إسلام مصطفى مدرس الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، والدكتورة فاطمة الزهراء عبد الحكم مدرس الفارماكولوجي، والدكتورة شيماء رمضان مدرس التشريح. والحقيقة الثلاثة دول يمكن فات حضراتكم كتير جدا من الـ joining us دلوقتي إنهم يسمعوا رئيسة القسم الدكتورة الأستاذة الدكتورة ألفت أنور، وهي بتشيد بشيماء رمضان المدرس عندها في القسم بالأداء الرائع بتاعها في كل المجالات، وأيضا بالأداء الرائع للدكتورة إسلام والدكتورة فاطمة عبد الحكم أعضاء لجنة التعلم الإلكتروني لما يبذلوه وما زالوا يبذلوه، وإن شاء الله هيكملوا في العطاء بإذن الله لأن عطائهم لا ينضب أبداً. الحقيقة الثلاثة بيعملوا في صمت رهيب وبيخلوا أعمالهم هي اللي تحدث الضجيج الإعلامي. هم مش من النوع اللي يحدث ضجيج أبداً على أعمالهم ولا يقولوا عملنا ولا الكلام ده ما بيعملوهوش، لكن أعمالهم هي اللي فعلاً بتحدث الضجيج الإعلامي من كتر ما يعني هم دؤوبين وحريصين جداً على الأداء الجيد وعلى إنهم يتحملوا مسؤولية كل حاجة، أي حاجة تسند إليهم بيتحملوا مسؤوليتها كما ينبغي وأكثر مما ينبغي، وبيشيلوا عن يعني ناس كتير جدا جدا جدا. فيعني أنا لا يفوتني أبدا برضو زي كده ما أشادت الأستاذة الدكتورة ألفت أنور بشيماء وبالفريق، إن أنا كمان إن أنا أشيد بيهم كبناتي العزيزات جدا الحبيبات إلى قلبي. والنهاردة إن شاء الله في أول workshop بعد في الترم الثاني في الترم نمرة 6 إن شاء الله، الترم نمرة 5 لا 6 النهاردة، الترم نمرة 6 إن شاء الله الدكتورة أسماء الدكتورة شيماء رمضان هتكلمنا عن electronic survey and test using different forms للquizzes and surveys. وهي يعني أجمل حاجة فيها النهاردة إنها مش هتتكلم كتير، هما كلمتين شريحتين ثلاثة وبعد كده هتطبق معانا كلنا، اللي مش عارف حاجة هيعرفها وهيطبق عمليا معاها إن شاء الله، بحيث ان احنا نعرف ايه الطرق دي واستخداماتها ايه وايه اهمية الفيدباك اللي بتاخده الطالبة لما مثلا بتعمل فورماتيف اكزام، لما بتعمل كويزز، لما بتجاوب على استبيان سيرفي. يعني دي حاجات مهمة جدا جدا جدا، وخصوصا في المرحلة اللي احنا فيها دي لما ابتدينا الكلينيكال فيز في سنة تالتة. فنرجو من حضراتكم جميعا ان نبقى كلنا مشاركين، لان كلنا بنتعلم وما فيهاش دي يعني اي غضاضة او عيب، كلنا بنتعلم وهنفضل نتعلم. طبعا الوركشوب دي تحت رعاية الأستاذ الدكتور هشام فرهود عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة إيمان الشال وكيل الكلية للتعليم وشؤون الطلاب، و الأستاذة الدكتورة هناء العبيسي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والبحث العلمي. ويعني أعتقد بقى خلاص كده المقدمة كفاية قوي، وتتفضل الدكتورة شيماء رمضان تعمل سكرين شير ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم جميعا. شكرا دكتورة هالة for giving me the chance ان انا اكون معاكم النهاردة مع اساتذتي وزمايلي، سعيدة جدا بوجودي معاكم النهاردة. ان شاء الله احاول مع حضراتكم ان انا اكون very focused very short and تبقى الوركشوب دي تبقى effective. احنا حاليا طبعا شغلنا الشاغل اخر نهاية كل اسبوع في كل ويك اند هنعمل الفورماتيف اكزام ازاي.
غير ان احنا في مننا اساتذه حابه تعمل الاتندنس بتاعهم على الجوجل فورم، سواء كان جوجل فورم سواء كان اوفيس فورم او كانت المونكي سيرفي او السيرفي مونكي. فاحنا النهارده حبينا نعمل معاكم الورك شوب دي اللي هي الكترونيك سيرفي اند تيست يوزنج ديفرنت فورمز. Multiple forms used to make a survey for formal or formative exam. زي إيه؟ زي جوجل فورم which is the most common we use. طبعا أسهل حاجة لو حضرتك بره وحد بيتصل عليك أنا عايزة أجمع بيانات كذا حالا، حضرتك تمسك الموبايل هتفتحي الجوجل هتروحي عاملة هتكتبي جوجل فورم على الجوجل هتدخلي تعملي فورم وتبعتيها على طول سند على أي سوشيال ميديا، على واتساب، على أي سوشيال ميديا مع حضرتك، تليجرام، ماسنجر، أي حاجة. ودي أسهل طريقة. عندنا طريقة تانية اللي هي مايكروسوفت فورم او اوفيس فورم. هي فورم من ضمن التولز الكتيره لايه للاوفيس 365 زي الوورد والباوربوينت وكده. هو كمان ليه فورم اسمها اوفيس فورم او مايكروسوفت فورم. واخر حاجه بالنسبه لنا السيرفي مونكي، وده الموست سبيسيفيك لاي سيرفي احنا بنعمله، بيطلع علينا بصراحه نتيجه مبهره جدا، لكن مشكلته ان هو بيد. بضطر ان انا بستخدم النسخة الفري بتاعته. النسخة الفري بتاعته مشكلتها بالنسبة للسيرفي مونكي مشكلتها انها up to 10 question per survey، يعني 10 اسئلة بس، ما بيخلينيش اعمل اكتر من كده، وما بستجبش غير ما بستقبلش غير 100 response بس per survey. فده بيخليه بالنسبة لي شوية limited، لكن طبعا في ناس تقدر تعمل بتعمل اما بتحتاجه قوي، وخاصة الناس اللي شغلها في الابيديميولوجي والحاجات اللي زي كده بي upgrade لايه وبيدفعوا fees، بتبقى نسخة بيد. نبدأ مع بعضنا. فأول حاجة هنستخدمها النهاردة الموست كومن بالنسبة لنا اللي هي جوجل فورمز. يوزز اوف جوجل فورمز، انا بستخدمها في عمل كويز تيست اللي هي الفورماتيف اكزام بتاعتنا في كل ويك اند. براير نوليدج، انا دخلت المحاضره وحابه اعرف اعمل برين ستورمنج كده للطلبه، وطبعا مش حابه مع العدد الكبير ده كله ان انا كلهم يتكلموا مع بعض في وقت واحد، فببعت لهم سؤالين كده عن طريق الجوجل فورم، عن طريق ان انا ببعت اللينك ليهم بيبداوا يجاوبوا عليه، فبشوف خلفيتهم عن الموضوع بتاعي واقدر كمان منها اتعرف على الطلبه لو كان انا لاول مره بدخل الايه لطلبه جداد في بلد جديده او في مكان جديد، ابدا اعرف البراير نوليدج بتاعتهم. عندي فيدباك سيرفي بعد انتهاء المحاضره، في ناس بتحب تعمل فيدباك بعد انتهاء موديولز، انا حابه اعمل سيرفي انتهاء عام دراسي في قسم الاقسام زي زمان كده ما كنا بنعمل في نهايه كل فصل دراسي او في اخر العام كنا بنعمل ايه سيرفي ونشوف ايه مشاكلنا وايه مميزاتنا وايه مشاكلنا عشان نبدا نحسنها ونعمل امبروفمنت. Collecting information attendance، لو أنا حابة إن أنا أعمل attendance للطلبة برضو معايا في المحاضرة مع العدد الكبير، بعمل لينك وابعته لهم بيبدأ كل واحد يسجل الattendance بتاعه. كمان عندي حاجات تانية more classroom uses زي إن أنا بعمل assignment والطلبة بيبدأوا يرفعوا. طيب how to use Google Form، let's start. أول حاجة أنا بدخل على الجوجل بالطريقة العادية، بعمل sign in، بعمل sign in login with your gmail account، وده الشرط الوحيد اللي جوجل بيشترطه عليا. الشرط الوحيد ان انا اكون مالك لاستبيان او كويز ان انا يكون عندي gmail. طيب بضغط بعد بكتب بعد كده في الايه في السيرش بار جوجل فورم، بضغط على اول خانه بتطلع لي اللي هي الفري اونلاين سيرفي فور بيرسونال يوز. تاني شاشه بتطلع لي بعد كده اللي هي go to جوجل فورم، بيبدأ يطلع لي المنظر ده. وطبعا لان الحمد لله احنا عندنا سيرفيز وفورماتيف اكزام كتير، فانا شاشتي كده مليانه ممكن ما يبقاش فيها كل ده خالص. ببدا اعمل السيرفي او الفورماتيف اكزام بتاعي بالضغط على علامه البلس الموجوده على الشمال من تحت، بتطلع لي الشاشه بالشكل ده، بيقول لي نموذج بدون عنوان. ببدا انا احط عنوان السيرفي بتاعي، ببدا في وصف النموذج اقول مثلا انا عاملاه فور ستودنتس فور تيتشنج ستاف، ممكن اقول لو انا عاملاه ككويز بقول ان الماركه بتاعتي مثلا هتبقى من 20، بكتب التاريخ بتاعي، اي وصف للنموذج بتاعي. او ان انا من قبل ما ادخل خالص بعد ما عملت ساين ان على جوجل عندي 9 دوتس كده 9 نقاط بيبقوا موجودين على الشمال من فوق، بقول له ايه، بقول له كليك اون ايه اون 9 دوتس ان ايه ان ذا توب رايت كورنر. بعد كده ببدا اضغط على علامه الجوجل درايف. ليه بضغط على جوجل درايف؟ لان الجوجل فورم دي خدمه من خدمات اصلا الجوجل درايف.
ببدأ بعد كده بعد ما بدخل على جوجل درايف بلاقي هنا على اليمين من فوق يا إما حاجة من اتنين، يا إما كرييت يا إما نيوز أكوردنج للنسخة اللي عند حضرتك. هل هي نسخة أبديتد قوي، هو في الأبديت الأخير عامل نيو، لا أنا عندي نسختي قديمة شوية ما عملش إيه، ما فيش أبديت، فأنا عندي كرييت ذا سيم، الاتنين زي بعض مش هتفرق خالص. بعد ما بضغط على كرييت بضغط على فورم، ادي نفس الطريقة بيعرفني ان انا لو ضغطت على 9 نوتس بضغط على جوجل درايف، ادي نيو بقى او جديد اكوردنج للاتنين زي بعض، بقول له بيقول لي هنا انا هنا مش عندي، مش شايفة هنا كلمة جوجل فورم، انا ممكن الاقيها في اول دروب ليست نزلت لي، وممكن بفتح المزيد عشان تطلع لي اول خانة بالنسبة لي اهي بعد المزيد اللي هي نماذج جوجل، بيطلع لي نفس الشاشة اللي طلعت لي المرة اللي فاتت وببدأ اتعامل معها. هنروح بقى احنا عشان نطبق الكلام اللي احنا بنقوله ده على الجوجل نفسه. ادي بالنسبة لي صفحة الجوجل اللي بقول لحضراتكم عليها، بضغط على الناين دوتس بتطلع لي جوجل درايف، بضغط على جديد نيو كرييت اكوردنج للنسخة اللي عند حضرتك، بضغط المزيد، هي طلعت لي انا عندي هنا لكن هي غالبا كانت بتطلع في المزيد بس هو يعني من كتر استخدامي، بتبدأ تطلع لي الجوجل فورم بالمنظر ده. اول حاجه بملاها بيقول لي نموذج بلا عنوان، انا مثلا عايزه اعمل مثلا ورك شوب سيرفي، هكتب ورك شوب سيرفي. بتكتبي عربي انجليزي يا شيماء؟ سوري معلش معلش. ورك شوب سيرفي، ابدا في وصف النموذج، انا عامله النهارده الورك شوب سيرفي ده لمين؟ للتيتشنج ستاف تو، تمام، فور تيتشنج ستاف. بحب ممكن اكتب التاريخ بتاعي النهارده 23 مارس 2021، تمام. اي حاجه بكتبها في الوصف بتاعي اكوردنج انا عايزه ايه، ممكن اشكر الناس اقول لهم ثانك يو دير مثلا ريسبكتد تيتشنج ستاف، ثانك يو فور يور تايم اون ماي سيرفي تو كومبليت ماي سيرفي اكوردنج. بعد كده بيبدا بقى عندي الحاجه المهمه بالنسبه لي اللي هي الايه، اللي هي الكويستشن كارد، ده اسمه ده هو ده الكويستشن كارد بالنسبه لي. طيب الكويستشن كارد انا حابه بقى من اول السيرفي بتاعي كده ان انا اقسمه تقسيمه كويسه، انا هعمل اول حاجه البيرسونال داتا اللي انا عايزه اخدها من الشخص اللي هيدخل السيرفي، فدي دي كويستشن كارد بلاقيها تلقائيه، بروح عامله ايه، في عندي على الشمال عندي علامه البلس دي اللي بضيف بيها سؤال، عندي علامة استيراد السؤال اللي هو ايه ان انا برجعه، عندي ادي اضافة عنوان، فانا في اضافة عنوان دي هعمل ايه، هقول دي البيرسونال دي بيرسونال داتا، تمام. البيرسونال داتا دي هعمل اول حاجة فيها ايه، هقوله اسم الطالب او اسم الايه النيم بتاع عضو هيئه التدريس اللي معايا، يبقى النيم. طيب انا عايزه النيم ده هيبقى ايه، هيبقى اول حاجه عندي من فوق خالص بعد كلمه النيم على ايديا الشمال بحدد بقى نوع الحاجه اللي انا هعملها، هل هي اجابه قصيره مثلا انا عايزه الاسم الاول والاخير، او عايزه اسمين ثلاثه كلمتين ثلاثه، ولا انا عايزاه يكتب بقى ايه اسمه اسم العيله والسي في بتاعه، لا انا عايزه كلمتين ثلاثه، فهتبقى اجابه قصيره. طيب الإجابة القصيرة أكتفي بها كده، ممكن إيه، أنا ممكن لو حابة مثلا إن أنا أحط صورة علامة هي جنب كلمة نيم في بيكتشرز في فوتو مربعة جنبها أهرامات، لو أنا حابة أحط صورة في المكان ده، طبعا مش الصورة أنا هقوله أنا هو يحط صورته، لأ أنا لو أنا مثلا حابة أقول له إيه كلمة نيم مثلا، أنا عندي مثلا فوتو كده لطيفة مكتوب عليها نيم كده متدلعة وحابة أحطها، بس طبعا أنا مش هحط هنا أي حاجة، يبقى نيم لو حابة أحط صورة اخترت إنها إجابة قصيرة. طيب النيم هو ممكن بقى يقعد يكتب لي اسم رباعي أو خماسي أو سداسي، لأ عندي تحت خالص كده لو بصيت في ثلاث نقط فوق بعض في الكويستشن كارد، في ثلاث نقط فوق بعض لو ضغطت عليهم بيظهر لي حاجتين، بيظهر لي يا إما الوصف يا إما التحقق من صحة الرد. التحقق من صحة الرد دي اللي هي الريسبونس فاليديشن ملهاش تواجد معايا هنا، لكن هنا أنا ممكن يقول لي الوصف، ففي الوصف هنا هكتب له إن أنا عايزة الفيرست
name والlast name and last name. تمام؟ هقول له بعد كده بعد الثلاث نقط دول في علامة إن أنا required للسؤال ده، فهضغط عليها مش هيقدر يعدي السؤال ده من غير السؤال اللي بعده، ولو حتى عداه وخلص السيرفي لا يمكن هيعمل submit غير لما يرجع يجاوب السؤال ده. وفي علامة الايه الديليت بتاعتي اللي هي الايه اللي هي موجودة جنب علامة المطلوب دي اللي هي الايه اللي هي الريسايكل دي، وفي علامة التكرار او الدبليكيت لو انا عايزة اكرر السؤال تاني كده مثلا، اهو كرر لي نفس السؤال بنفس كل الكاركتر اللي انا عاملاه لكن انا مش عايزة اكرر السؤال. بدخل بعد كده على تاني حاجة من الاسئلة وبقول له مثلا ان انا عايزة اعرف مثلا الـ A date of birth. الـ date of birth عندي أنا عندي هو هو حتى عملها تلقائي، أول ما كتبت له كلمة date راح جايب لي الـ A التاريخ، وبرضو بقول له إن السؤال ده إيه required. بحط سؤال تاني بقول له مثلا أنا عايزة الـ ID. في الـ ID برضو أنا بختار إجابة إيه، بختار إجابة قصيرة. طيب الإجابة قصيرة وبسيبها كده؟ لأ، أنا الإجابة قصيرة وبقوله إنها required لازم، وبفتح تاني التلات نقط بتوعي في شريط الإيه، بقوله وصف ولا تحقق من صحة الرد. لأ، في دي بقى أنا هعمل التحقق من صحة الرد عند في بعض النسخ عند حضراتكم اللي هي اسمها response validation. هضغط عليها هقوله إن أنا عايزة الـ ID، والـ ID-هات معروفة في مصر إنها 14 رقم، فأنا هنا هقوله إن أنا عايزاها رقم، مش عايزاها نص ولا أي حاجة، انا عايزاها رقم. بيقول لي هنا اكبر من، بقول له لا انا مش عايزاها اكبر من، انا عايزاها يساوي كام، انا عايزاها 14 رقم. يعني لو الطالبة او عضو هيئة التدريس او اللي انا باخد منه الداتا كتب لي 13 رقم برضو السؤال مش هيعدي، وبقول له هنا لا يمكن تخطي السؤال لوجود خطأ. تمام؟ فهو مهما عمل لو ما كتبش ال 14 رقم مش هيعديه، ولو كتب 15 رقم برضو مش هيعدي له السؤال، لازم يكتب 14 رقم. وده طبعا لو بنسحب داتا كويسه من طلبه، من تيتشنج ستاف، من اي حاجه، بتبقى مهمه جدا جدا بالنسبه لي نتيجه الاخطاء الكتير قوي اللي احنا بنشوفها. يبقى انا لحد دلوقتي ما عملتش اي حاجه غير ان انا دخلت على جوجل، يا اما عن طريق الدرايف، يا اما عن طريق ان انا دخلت على الايه على السيرش بار العادي بتاع جوجل وكتبت googleform.com. تمام؟ بعد كده فتح لي الشاشه اللي احنا فيها دي دلوقتي، دخلت اول حاجه على العنوان بتاعي وقلت له ان انا العنوان بتاعي هيبقى الورك شوب سيرفي. قال لي هنا الديسكريبشن، انت حابه تكتبي ديسكريبشن؟ قلت له انا عامله الورك شوب دي لمين، لتيتشنج ستاف، يوم 23 مارس 2021. بعد كده دخلت اول حاجه لقيت له حاطط لي كويستشن كارد كده في وشي اصم، فانا حابه ان انا اعمل عنوان. جيت في الشمال بتاعي كده ولقيت هنا يا اما اضافه سؤال، يا اما استرداد للاسئله، يا اما ان انا اضافه عنوان ووصف. فروحت ضغط على إضافة عنوان وحطيت له، قلت له إن أنا أول بارت عندي هيبقى البيرسونال داتا. البيرسونال داتا دي أول حاجة أنا بطلبها من أي شخص، أي حد بدخل عليه بقول له إيه، بقول له عرفني باسمك. إيه النيم؟ طب النيم أنت عايزة الفول نيم ولا أنت عايزة إيه بالضبط؟ لا أنا مش عايزة فول نيم، فأنا هكتب له نيم وهعرفه إن السؤال ده إجابته إجابة قصيرة، وهقول له هنا من التلات نقط اللي على الجنب دول في question card هضغط عليهم، هقول له الوصف بتاعي إن أنا عايزة الفيرست نيم وعايزة اللاست إيه نيم، عايزة الفيرست واللاست. بعد كده نزلت على date of birth، وأول جست إن أنا ضغطت على date of birth لقيته هنا في طبيعة الأسئلة راح مدخلني على طول على التاريخ، بحيث إن كل اللي هيدخل وهيكتب date of birth هيظهر لي بنفس الطريقة اللي هو يوم شهر سنة. مش أنا مثلا كتبت له date of birth وسبتها له مثلا إجابة قصيرة أو إنها paragraph فكتب لي بقى كل واحد كتب لي الشهر قبل السنة قبل اليوم وكل واحد كتب بمزاجه، لا هو هنا بيلزمني إن أنا الإكسل شيت بعد كده هيطلع لي كل الناس كتب بنفس date of birth بنفس الطريقة. بعد كده دخلت على الاي دي، والاي دي بالنسبه لي اجابه قصيره. طيب اجابه قصيره واسيبها مفتوحه، فانا دخلت كتبت الاي دي بتاعي، ده انا نسيت رقم كتبته 13، لا ده في حد دخل كتبه 11، لا ده في حد كتبه 15. لا، معروف الاي دي نمبر عندنا في مصر ان هو بيبقى ارقام ما فيهوش اي احرف او اي حاجه، اصل هو مش باسبورت نمبر.
خلاص يبقى الاي دي بتاعي معروف ان هو بيبقى ايه 14 رقم. فدخلت هنا وقلت له التحقق من صحه الايه من صحه الرد، انا هتاكد هنا من صحه الرد اللي هي الريسبونس فاليديشن. فقلت له انا عايزاه رقم، مش عايزه فيه اي نصوص، عايزاه يساوي، لا عايزه اكبر من ولا اصغر من ولا عايزاه بين رقمين ولا اي حاجه، انا عايزاه يساوي ويساوي هنا 14. وكتبت هنا رساله فيما ما معناها ان هو لو ما كتبش ال 14 ما تعدلوش السؤال. دخلت بعد كده حابة ان انا ايه هحط تايتل تاني، هبدأ بقى في نوع الاسئلة اللي احنا بنعملها. يعني مثلا هقول choose one paste answer، هبدأ بقى في اسئلتي العادية المعروفة. قلت له هنا حطيت تايتل بالنسبة لي choose one paste answer، وضغطت كده وحطيت له مثلا هنا capital of Egypt مثلا. هنا بقى قلت له ايه، انا عايزه طبيعه السؤال بتاعي اجابه قصيره ولا انا عايزاها فقره ولا انا عايزاها خيارات من متعدد؟ لا انا عايزاها خيارات من متعدد. ادي اول حاجه هنا هكتب له كايرو، هاجي بعد كده اكتب جيزه، هكتب بعد كده اليكس، هكتب بعد كده مثلا قنا اقصر حاجه بالنسبه لنا، تمام. وبقول له وبقول له بعد كده ايه، بقول له ان السؤال ده required، تمام. السؤال ده بقى ميزته ايه؟ ميزته ان هو الطالب ده single one response، طول ما الدوائر دي قدام عينيا انا single one response هيجاوب حاجة واحدة. والله لو عملت ايه ما هيجاوب اكتر من واحد. طب سي ان انا عندي سؤال ليه اكتر من اجابة، هعمل ايه؟ هروح ضغطة هنا على الدروب ليست دي اللي انا اخترت منها خيارات من متعدد، وهقول له لا معلش بقى انا عايزة مربعات اختيار. اما ظهرت لما الدوائر اختفت وظهرت لي مربعات الاختيار، معناها ان الطالب ممكن يختار اكتر من اجابه صحيحه. طبعا احنا ده ما بنستخدموش قوي، لكن ممكن في السيرفي مثلا لو انا عامله سيرفي عن وركشوب كذا وركشوب مثلا، وبقول لكم اختاروا مثلا احنا عايزين ايه 2 3 وركشوب مثلا في الفتره اللي جايه، فبختار اللي هي مربعات الايه الاختيار دي، تمام. يبقى حاجه من اتنين، يا اما ان انا بقول له خيارات من متعدد وبتظهر لي الدوائر دي اللي بتقول لي انت هتختاري one single response بس، يا اما ان انا ببقى عايزه كذا اختيار فبقول له مربعات اختيار بتبدا تظهر لي المربعات دي. انا بقى خلاص انا حابه بقى دول كلهم خلاص ظهروا للطالب في صفحه واحده لما فتح الفورم وانا بعت له اللينك، لا انا حابه بقى ايه ان ما تظهرلوش الحاجه كده صماء كده في صفحه واحده، لا انا هعمل كمان قسم تاني. القسم التاني ده ممكن ما اعملوش عنوان وممكن اعمله عنوان، هقول له مثلا ان ده هيبقى الاسي بتاعي، وابدا اضيف فيه الاسئله. هضيف فيه سؤال مثلا هقول له اكسبلين مثلا او ديسكرايب ديسكرايب مثلا ايه اي حاجه مثلا ديسكرايب اناتومي مثلا، بما اني بتاعت اناتومي اوف جينيتال داكت مثلا فيميل، تمام. وبقول له ان السؤال ده هيبقى ايه، ده هيبقى فقره، ده انا عايزه كذا سطر مع بعض. طيب هو انا ينفع الجوجل يقدر يصحح لي سؤال زي كده في فقرات؟ لا طبعا، ده السؤال ده عشان تعمليه يبقى انا هدخل بعد ما الطلبه بيخلصوا الايه الامتحان بتاعهم الكويز بتاعهم او يخلصوا اي حاجه عندهم، وهبدا انا ايه اعمله تصحيح ايه الكتروني مانيوال. ده لو ايه، ده لو ده اصلا ده كويز. طب ده سيرفي مثلا، هقول لك هقول مثلا suggestion for improvement، وده بسيبه فقرة، فقرة ده أنا سايبالك سطر اتنين تلاتة أربعة خمسة، مجموعة أسطر إجابة كاملة. طيب هو أنا ده أقدر أعمله؟ هقدر أعمله حاجات كتير، أقدر أوصفه؟ أوصفه، هقول له مثلا إن أنت إيه هت إيه suggestion for improvement for إيه to increase مثلا أو to plan our next مثلا
3 months عشان نعمل improvement، عشان نعمل بلان لإيه للإيه للنكست 3 months لينا مثلا. ده الوصف. طب التحقق من صحة الرصد اللي هي الإيه، اللي هي response validation، دي ممكن أكتب فيها إيه؟ هنا بقول له أنا عايزة إيه؟ ده أنا عايزة تعبير عادي. طب يحتوي على إيه؟ على نمط. نمط كام حرف مثلا؟ أنا عايزة مثلا 500 حرف مثلا. نص خطأ مخصص لو الطالب كتب لي أقل من 500 حرف السؤال ده ما يعديش، يعني الطالب هيكتب أو اللي عمل السورفي ده هيكتب. تمام كده؟ يبقى أنا عملت حاجتين دلوقتي. في الشورت انسر انا قلت له هعمل حاجتين، في الوصف وصفت له مثلا في النيم قلت له انا عايزه الفيرست والايه واللاست نيم، وفي التحقق من صحه الرصد قلت له ايه، قلت له انا عايزه النمبرز. لما جيت عند خانه الاي دي قلت له انا عايزه 14 رقم، لو ما كتبش 14 رقم ما تعديليش السؤال. جيت هنا في الفقرات، طب في الباراجراف انا عملت ايه؟ قلت له في التحقق من صحه الرد انا عايز ده الريسبونس فاليديشن بتاعي، انا عايزه اللي يكتب لي اجابه في السؤال ده لو كتب اقل من 15 لتر، اقل من 15 حرف ما تعديليش السؤال برضه، سيبه واقف في السؤال ما يعديش. تمام؟ وبقول له ان سؤالي ده ماله، سؤالي ده ريكوايرد. جيت بعد كده هضغط على نوع تاني اشوف ايه تاني من الاسئله ممكن ايه يجي لي. انا ممكن اسيب الايه قسم بلا عنوان، ده ممكن ما اكتبش عنوان خالص، لكن انا اللي يهمني ان انا اشوف نوع تاني من الاسئله. عندي ايه تاني؟ احنا خدنا اجابه قصيره خلاص، اخدنا فقره، اخدنا خيارات من متعدد، اخدنا مربعات الاختيار. هنشوف القائمه المنسدله. القائمه المنسدله دي زي مثلا انا بقول لحضرتك ايه محافظه حضرتك ايه، فهنا برضو بنقول مثلا كايرو، بنقول جيزة، بنقول أليكس، بنقول قنا. تمام؟ بتبدأ تظهر دي للطالب مش زي ما احنا شفنا في الام سي كيو فوق في المالتيبل تشويس، ولا هي في المربعات الاختيار، لأ دي بتبدأ بيبقى فيه سهم صغير كده هوريه لحضراتكم دلوقتي، بيبدأ الطالب يضغط عليه بيبدأ يظهر لي ايه، بيبدأ يظهر له المحافظات دي كلها، بيبدأ يختار المحافظة بتاعته، دي اللي اسمها القائمة المنسدلة. وعندي نوع تاني من الأسئلة اللي هو تحميل ملف. يعني إيه؟ أنا كنت بقول لحضراتكم من شوية إن أنا ممكن أعمل assignment وإيه وابعته والطلبة إيه يبعت يرفعهولي على الجوجل إيه، على الجوجل فورم. إزاي؟ أنا هو لما ضغطت على upload file طلع لي إيه؟ طلع لي المنظر ده، فبقول له متابعة أو تحميل ملف. بيقول لي بقى يا ستي أنت عايزة الملف ده ليه؟ بقول له ده assignment بتاعهم. طيب الاساينمنت ده السماح بانواع ملفات محدده، ولا هو الطالب بقى يجي ايه براحته كده يرفع لك اي حاجه؟ بقول له لا لا لا، ازاي؟ مين اللي قال؟ افتح لي كده، انا عايزاه يرفعه لي يا اما بي دي اف يا اما مثلا وورد. تمام؟ طب انا ممكن كمان باوربوينت بريزنتيشن، لكن انا لا عايزه اكسل ولا انا عايزه فيديو ولا عايزه صوت ولا صوره. طيب الحد الاقصى لعدد الملفات، يعني الطالب ده يرفع لك كام ملف بدون بحد اقصى؟ 10 ملفات. طيب الحد الاقصى حجم الملفات ده لحد فين؟ ده لحد ايه؟ ده لحد بيقول لحد 10 جيجا. طبعا في لحد 1 تيرا، بس انا لان الدرايف بتاعي مليان فمش مش مديهاني اوبشن اصلا، بيديني لحد ايه 10 جيجا. طيب وبقول له برده ان السؤال ده ماله، ده ريكوايرد، يعني برده الطالب بعد ما كتب لي الداتا اللي فوق دي كلها وعمل لي لازم يرفع الملف ده، برده لازم ايه يعمله، ده ريكوايرد. باجي بعد كده اشوف ايه تاني، عندي نوع تاني من الاسئله بيقول لي ان انا عندي حاجه اسمها المقياس الخطي. يعني ايه المقياس الخطي؟ يعني احنا مثلا بعد ما بنروح دلوقتي اي مطعم لتيك اوي ولا حاجه واحنا واخدين ايه الاكل وخارجين منه، بيقول لك ايه حضرتك الخدمه المقدمه لحضرتك في الريستوران ده كانت حلوه وحشه، ممكن حضرتك تدينا ديجري يا فندم، يعني ايه مدى، اقدر اقول مدى رضائك عن الخدمة المقدمة مثلا. فبيقول لي من 1 لـ5، بقول له ان 1 دي معناها ان ده باد، ان ده سيء، وبقول له ان 5 دي معناها الخدمة ممتازة. تمام؟ وهنشوف بعد شوية دي برضه بتظهر ازاي والطالب بيختار منها او انت كعميل بتختار ازاي منها. بعد كده دخلنا على نوع تاني من الاسئلة اللي هو ايه؟ شبكة متعددة الخيارات. شبكة متعددة الخيارات دي انا من وجهة نظري الصغيرة ان هي ميزتها في حاجة، انا لو عاملة استبيان كبير قوي 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 مثلا عبارة عن 50 سؤال،
منهم مثلاً 10 أسئلة لهم علاقة مثلاً بالإديوكيشن، وعشر أسئلة لهم علاقة بالأسسمنت، أو مثلاً 10 أسئلة لهم علاقة بالمحاضرة، وعشر أسئلة لهم علاقة بالبراكتيكال، وعشر أسئلة بقى على التيم بيز ده، على البي بي إل، على الحاجات بتاعتنا اللي هي الإيه السمول جروب دي كلها. فبالنسبة لي السؤال ده، سؤال ده ساحر. هنا مثلاً هسأل على سؤال الليكتشر، طبعا هيبقى فيه سؤال، مش هتبقى كلمه ليكتشرز وخلاص، لا، بس انا يعني ايه مجازا كده دلوقتي ليكتشرز. هنا هقول له كلمني عن البراكتيكال، او سؤالي انا عن البراكتيكال مثلا، ان المساحات كانت كويسه، ان الدنيا كانت كويسه، ان طريقه التوصيل كانت مفيده، ان كل الوسائل كانت متاحه ليك، ان الاعداد كانت كويسه، او اكوردنج بقى الاسئله اللي بتتسال في اي استبيان. يبقى ليكتشرز ولا براكتيكال، ولا انا مثلا هسال على بي بي ال مثلا وتي بي ال مثلا او سي بي ال. تمام. طيب الاعمده دي الصفوف بتاعتي. تمام. طب الاعمده بتاعتي هتبقى ايه؟ هقول له الاعمده بتاعتي مثلا هقول لها سترونجلي اجري مثلا، لا ده انا اجري بس، لا ده انا محايد، انا يعني كده شايف الموضوع عادي يعني نيوترال، او ان انا ديس اجري، او ان انا سترونجلي ديس اجري. تمام كده. طبعا انا بحط الاعمده والصفوف اكوردنج، انا عايزه ايه، انا عايزه العكس. لو انا دايما بحب ان الصفوف تبقى الاقل يعني والاعمده تبقى الايه تبقى هي الاكتر، او العكس اكوردنج اللي حضراتكم عايزينه. هنشوف شكل السؤال دلوقتي وهنشوف احنا بنبقى حابين نرتبها ازاي. ندخل بعد كده على نوع تاني من الاسئله، وده طبعا برضو طالما شفنا الدوائر، معلش حابه اقول لحضراتكم تاني، طالما شفت الدوائر يبقى الطالب هيختار ايه، وان سنجل ريسبونس. اللي هيدخل على السيرفي هيختار ايه، وان سنجل ريسبونس، مش مسموح باجابتين. طب انا عايزه بقى عامله حاجه زي كده كبيره وانا محتاجه اجابتين، مثلا انا كاتبه هنا مثلا حاجات وكبلها ايه محتاجه لها اجابات، يعني مثلا هقول مثلا خلينا سؤال مثلا عربي، ذهب مثلا هنا هيبقى ايه، هنا شبكة مربعات الخيار اللي هي يختار، اللي طالما بدأت المربعات تظهر يبقى أنا هيبقى عندي أكتر من إجابة، يعني مثلا اعرب، إعراب مثلا، اعرب كلمة التلميذ مثلا في السؤال التالي مثلا. هقول له مثلا هنا هقول له مثلا إيه، التلميذ مجتهد، لا ده هنا ذهب التلميذ الى المدرسه. هنا بقى هقول له هنا فاعل، هنا مفعول، هنا مبتدا and so on. مفعول به يا شيماء، سوري، مفعول به يا شيماء، انت بتذاكري لاولادك يا شيماء؟ لا خالص، احنا ما بنذاكرش عربي اصلا يا دكتور خالص. انا عايزه اقول لحضرتك احنا ما بنذاكرش عربي، احنا يعني فاضيين امرنا لربنا في العربي. بالحمد. يبقى فاعل ومفعول به مبتدا اكوردنج لاي حاجه عندي. مثلا هنا بقول مثلا ان جلسات البي بي ال مثلا كانت برضو سترونجلي اجري او اجري او ديس اجري او ان هو او نيوترال او او او, أو اجاباتي العاديه. انا ممكن اكرر نفس السؤال ده على فكره هنا تاني، بس مثلا ان هنا الطالب مثلا هيختار لي اكتر ايه من اجابه. نيجي بعد كده لسؤال تاني، هقول ايه، هقول ان احنا بقينا خلاص التاريخ والوقت دول احنا ما بنستخدمهمش كتير. طيب انا لحد دلوقتي عملت ايه؟ انا عملت سيرفي، انا ما حطيتش ولا درجه ولا اي حاجه، ده انا ببعته دلوقتي للناس تملاه عادي من غير ولا درجه ولا اي حاجه ولا اي حاجه ولا عملت اي حاجه. نشوف شكله هيبقى ايه للطالب. بروح ضغطه هنا على علامه العين اللي فوق دي على الشمال اللي هي المعاينه، وبشوف الدنيا معايا شكلها ايه. بيقول لي اهو ادي الوركشوب سيرفي، انا الديسكريبشن بتاعي كان تيتشنج ستاف 23 مارس 2021. بقول له ايه، بيقول لي اول حاجه كانت عندك هي البيرسونال داتا، ادي النيم، هبدا اكتب هنا النيم، ادي الديت اوف بيرث. انت بتبداي اول ما بتكتبي هنا، طبعا لان انا ما كتبتش النيم فهو مش ايه مش هيعمل لي اي حاجه. بقول له هنا شيماء مثلا رمضان 2021،
بيبدأ يقول لي date of birth، بيبدأ يعمل لي إيه هنا؟ بيبدأ يفتح لي اللي هي الإيه الإيه الخانة اللي هي الإيه التواريخ أو الكالندر بتاعي، لا أختار منه أنا مواليد إيه، يوم، شهر، سنة. هنا خلينا النهاردة بتاريخ النهاردة. الاي دي بتاعي انا هكتب له هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 1 2 3 4 5، كتبت ال 14 رقم بتوعي. بعد كده بيقول لي ان تاني بارت بتاعك انت كنت عاملانه عنوان choose one place to answer، فقلت له اه. طب capital of Egypt انت حطاها هنا في صيغه ايه؟ في صوره مربعات خيار مش في صوره multiple choice، فهنا يمكنني ان استخدم كذا اجابه، ممكن استخدم كذا اجابه، استخدمت اهو كايرو جيزه، استخدمت أليكس كمان، لا ده أنا حطيت كمان إنا معاهم. يبقى أنا في الخانة دي اللي هي مربعات الخيار دي أو التشيك بوكس، تشيك بوكس جريد بتاعتي، ممكن أختار فيها كذا اختيار طالما عندي إيه الدوائر بتاعتي، السيركلز بتاعتي قلبت للإيه للسكوير. يبقى أنا هنا هختار عادي جدا وهقول له التالي عشان نشوف بقية الأسئلة. بصوا أنا بيقول لي إيه، بيقول لي الأسئلة هنا يجب أن تساوي قيمة الرقم 14، لا أنت مش مساويها إيه 14، هكتب له انا 14. انا كده هناك كتبت ايه يساوي، فهنا كتبت ايه 14 عايزني يساوي، لا انا هرجع بقى للفورم بتاعتي وهقول له يا سيدي الاي دي بتاعي، لا معلش انا مش عايزاها يساوي، ده انت خدت معنى كلمه يساوي مني ان هي 14 رقم، لا انا هقول له ان انا عايزاها يكون رقما وهنا يكون كام 14. هرجع بعد كده هبص هنا في الفورم بتاعتي تاني، هعمل لها معاينه وهقول له اي حاجه كده اوكي توداي، بعد كده الاي دي بتاعي تمام. بعد كده هنا هختار إجاباتي وهقول له التالي عشان أشوف شكل باقي الأسئلة. ديسكرايب، قلنا أسئلة الديسكرايب كلها هتبقى إن أنا لازم هصلحها إيه مانيوال بإيديا، مش هسيب له حرية الإيه التعبير بتاعتي، فأنا هكتب أي حاجة كده وهقول له التالي يجب أن تتطابق. آه أنا قلت له عايزة 50 50 حرف، فنستنى بقى نقعد إيه نعمل كده مع نفسينا لحد ما إيه ما الدنيا إيه تظبط معانا. تمام، وبقول له في الايه في النهايه 500، ودي بقى انا عاملاها ديسكريبشن للطالب. وبقول له التالي بتاعي الجفرنمنت، ادي سؤال القائمه المنسدله او الدروب ليست، بضغط عليه بيقول لي الجفرنمنت بتاعتك، بقول له كايرو. طيب اضافه ملف، لو انا هرفع ملف من عندي من على الجهاز بيديني بالمنظر ده تحميل ولا ملفاتي ولا ايه بالظبط، بختار اي حاجه عندي مثلا اهو، بقول له اوبن بيبدا يحمله وبقول له تحميل، يبدا يحمله بالمنظر ده وهو كده حمل ملف وورد بالنسبه لي. مدر الوقت عن الخدمه، ودي اللي بقول لحضراتكم عليها بس كده في النص تقريبا. اما بنكون عندنا مثلا بنروح مكاتب بنشوف مدى رضائك عن الخدمه المقدمه ليك، فبيقول لي ان انت قلتي ان سيء ده هو رقم واحد وان خمسه ده الخدمه الممتازه، فانا هقول له انا هديله خمسه. بعد كده ادي اللي هي الايه اللي هي الاسئله المتعدده بتاعتي، الام سي كيو المتعدد بتاعي، خيارات متعدده اهي. دي بقى هختار خيار واحد، لو اخترت خيار تاني هيلغي الاولاني لان انا عندي دي سيركل مش المربعات، المربعات بيتيح ليا اكتر من خيار، لكن هنا وان سنجل ريسبونس. فالليكتشرز هقول له انا اجري بالنسبه للليكتشرز، البراكتيكال هقول له سترونجلي اجري، البي بي ال والسي بي ال والحاجات دي كلها هقول له ان انا ايه نيوترال. طيب اعرب كلمه تلميذ، هنا التلميذ مجتهد هقول له ان دي مبتدا، ذهب التلميذ إلى المدرسة هقوله إن ده إيه فعل بس. وبكده نكون خلصنا. بيبدأ الطالب هنا يعمل إيه إرسال أو الإيه أو الإيه أو أي حد بيروح عامل إيه إيه إرسال، خلاص كده أنا خلصت ده سيرفي. أنا لحد دلوقتي ما عملتش أي حاجة، لا ضفت درجة ولا أنا عملت أي حاجة، ده كله مجرد إيه مجرد سيرفي. أنا بقيت بقيم معلومة أو إن أنا بقوله يرفع لي أسايمنت أو إن أنا بقدم خدمة، فبشوف الإيه التقييم بتاعي الفيدباك بتاعي إيه. طيب أنا عايز أقلب بقى كل الكلام ده كله امتحان، اختبار، كويز، فورماتيف اكزام.
طبعا بالنسبه لي الجوجل بيريحني قوي قوي قوي. ازاي بيريحني؟ بيقول لي رص الاسئله بتاعتك وبعد كده نقلبها لك امتحان، عكس مثلا اوفيس فورم او اللي هي مايكروسوفت فورم بيقول لي لا انت من الاول بتختاري، يا بتختاري انك تعملي سيرفي يا بتختاري انك بتعملي كويز، بتاخدي اتجاه واحد بس. لكن الجوجل سامح لي كده ان انا ايه ابدا احط اسئلتي واعيش حياتي كلها، حبيت اقلبها كويز بقلبها، ما حبيتش اقلبها بسيبها زي ما هي سيرفي. فانا هنا هاجي على هاجي هنا بعد الايه بعد المعاينه هضغط على علامه الترس دي اللي هي علامه السيتنج، اول حاجه بتظهر لي فيها اللي هي الجنرال او عام، فبقول له جمع لي عناوين البريد الالكتروني مثلا لو انا عايزه ابعت شهادات مثلا سيرتيفيكتس ولا حاجه، فبقول له جمع لي عناوين البريد الالكتروني. طيب ايصالات الردود اللي انا عملته في الجوجل فورم ده لما جاوبته، هل انا الطالب يوصل له؟ هل ده دائما يوصل للناس اللي مليته، ولا لما حضرتك بعد ما تمليه تقولي له اوكي ابعت لي الردود بتاعتي؟ تمام، فانا بختار من ده من واحده من الاثنين. يبقى تاني انا لما ضغطت بعد ما خلصت السيرفي بتاعي ضغطت على علامه الترس اللي هي السيتنج بتاعتي او الاعدادات، فضغطت اول حاجه على عام او الجنرال، قلت له جمع لي عناوين البريد الالكتروني لان انا عايزه ابعت نتائج، ابعت سيرتيفيكت، ابعت ايه، ابعت حاجات معينه، هبعت داتا معينه، فقلت له اضغط لي عليها، فضغطت عليها وفعلتها معايا. طب وايصالات الردود بتاعتي؟ ضغطت عليها فبيقول لي انت عايزاها بس توصل للي يطلبها ولا توصل لكل الناس اللي تدخل السيرفي ده؟ فبقول له لا ابعتها لي لكل الناس دائما. طيب يجب تسجيل الدخول التقييد برد واحد. التقييد برد واحد ده هو وان سينجل ريسبونس، يعني حضرتك لو دخلتي بايميلك اللي مسجلاه على جوجل استحاله هتعرفي تدخلي السيرفي او الكويز دي تاني. تمام، طبعا احنا كنا بنعملها في الامتحانات وكده بس قالوا لان هي فورماتيف اكزام وكده، فيا جماعه لا سيبوهم هم بيتدربوا وبيتعرفوا وبتعرفوا على الامتحان، وكمان في ناس النت عندها بيفصل و و و اكوردنج، فقالوا ايه لا بلاش نعمل التقييد برد واحد دي. طيب يمكن للمجيبين تنفيذ ما يلي التعديل بعد الارسال، هل انا بعد ما ابعت الكويز ممكن اعدل؟ اه دي بعملها في حاله ايه، في حاله ان حضرتك بتكوني مدخله بيانات مثلا انا محتاجاها مثلا في وظيفه مثلا، بيانات انا محتاجاها مثلا في معمل في ريسيرش في حاجات واحنا مشاركين انا وزمايلي كده مع بعض فيها، فبقول له التعديل بعد الارسال ده انا بعد ما دخلتهم افتكرت ان انا في حاجه كانت غلط فانا لازم ارجع اعملها. طب مثلا لا ده انا دخلت الداتا بتاعتي وبعد ما دخلت الداتا بتاعتي انا الاي دي بتاعي ده في حاجه غلط، في رقم انا سته، لا ده في رقم في الاخر انا عكسته، طب رقم تليفوني لا ده في حاجه غلط. فده التعديل بعد الارسال اللي هو ان انا يمكنني الدخول مره اخرى، انا ممكن ادخل مره تانيه. طيب مشاهده الرسوم البيانيه للملخصات والردود النصيه، ده مثلا زي عملت سؤال، السؤال بتاع مدى رضائك عن الخدمه المقدمه ده، فانا جاست ان انا بقول له اوكي مثلا بديله خمسه، بيبدا يظهر لي الكيرف ان مثلا 50 من الناس اللي دخلت قالت لي اوكي ان ده جود، ان ده مثلا جود او اكسلنت، لا ده في مثلا 20 كمان قالوا لي باد، بيبدا يظهر لي الرسم البياني عادي للسؤال بتاعي ده، كم واحد دخل، كم واحد قال جود، كم واحد قال باد، كم واحد قال نيوترال، كم واحد قال نايزر اوكي، نايزر جود، نايزر ايه، نايزر باد. اوكي بعد كده دخلت على عرض تقديمي او بريزنتيشن، بيقول لي اظهار شريط ايه، شريط التقدم. يعني ايه اظهار شريط التقدم؟ يعني انا هنا لما قسمت الفورم قسمتها لقسمين، فمثلا اللي هي ايه اللي هي بيبقى قسم واحد من اتنين، اتنين من اتنين، دي الاقسام اللي عندي، فبيقول لي انت حابه تظهريها. الترتيب العشوائي للاسئله، مشكله جوجل فورم في الترتيب العشوائي للاسئله ان هو ممكن الايه البيرسونال داتا النيم والاي دي اللي انا حطهم اول حاجه دول لو عملت له قلت له اوكي اعملي ترتيب عشوائي للاسئله ممكن افوجئ ان هم عند طالب اخر سؤالين، ممكن افوجئ عند طالب ان هم ان بتوين الاسئله في النص، في نص الاسئله، يعني بعد ما اجاوب الاسئله من فوق وجاوب الاسئله من تحت سواء كان سيرفي او كويز، بعد ما اجاوب من فوق وجاوب من تحت لاقي اسمه في النص. فأنا الترتيب العشوائي للأسئلة على جوجل ما بحبوش قوي. تمام؟ طيب عرض رابط لإرسال رد آخر، زي ما بقول لحضراتكم لو إحنا شغالين في معامل وطول النهار بنرفع مثلا نتائج وحاجات زي كده أنا وزمايلي، فبإيه فبنسيب إيه عرض رابط لإرسال رد آخر ده، أنا بعت دلوقتي مثلا قلت له إن أنا عملت سي بي سي وطلعت نتيجتها كده، بعد شوية عملت سيري أكتيف بروتين ورفعتها له فبقول له نتيجتها كده، فبعمل اللي هو إيه عرض رابط لإرسال رد آخر. طب رسالة التأكيد إن الطالب ده بعد ما بيخلص أو الستاف ده بعد ما بيخلص بقول له إيه جود لك. دي رسالة الايه التأكيد في الآخر ان انت خلاص ايه خلصت الإجزام بتاعك. طيب عندي بعد كده ايه، عندي بعد كده اضغط بقى على علامة الاختبار. انا لحد دلوقتي كل الداتا اللي دخلتها دي داتا سيرفي، انا ما عنديش اي حاجة، ما فيش اي حاجة تقول لي ان ده ايه ان ده إجزام.
هضغط تاني على علامة السيتنج، هلاقي آخر حاجة فيها هي كويز أو الاختبارات. هقول له إيه أول خانة عندي؟ جعل هذا اختبار، حول لي السيرفي ده لاختبار. طيب أنت عايزة بقى الدرجات تصدر للطالب مباشرة بعد كل إرسال، يعني وانس إنه خلص الإيه درجة تروح له، ولا في وقت لاحق بعد المراجعة اليدوية؟ لأن أنت عاملة أسئلة باراجراف، فأنت أسئلة الباراجراف دي أنت مضطرة تدخلي تصححيها بنفسك لأن الجوجل مش هيصححها لك. طيب يمكن للمجيب مشاهدة الأسئلة غير الصائبة في حالة إن أنا كنت عاملة كل الحاجات دي، إن أنا بكتب جنب السؤال الصائب إن هو كوريكت، يعني الطالب مثلا لو جاوب حاجة كوريكت بيقول له إن أنت كوريكت أنسر، لو هو فولس بيقول له إن هو إيه، إن هو فولس أكوردينج، قيم النقاط يعني بقى إيه كل سؤال بيقول له إيه، لأن أنت جبت كذا من كذا كذا من كذا، يقعد إيه ماشي معاه كده في كل سؤال. فطبعا إحنا دي ما بنعملهاش في الإيه في الفورماتيف إكزام، وبقول له حفظ خلاص اعمله لي إيه اختبار. باجي بقى بعد ما قلت له اعمله لي اختبار، بتبدأ مثلا لو فتحت بقى أي حاجة بالنسبة لي، هفتح هنا مثلا سؤال كابيتال أوف إيجيبت، هرجع أحوله تاني لإيه خيارات متعددة، بيجي لي من تحت بقى الكويشن كارد هو ظهر قدامي بعد ما عملت اختبار خلاص، ببص من تحت خالص على اليمين بيقول لي مفتاح الإجابة، خلاص أنت حولتي امتحان بدأ يبقى عندك إيه، يبقى عندك إجابات. هضغط على كلمة مفتاح الإجابة بيقول لي كابيتال أوف إيجيبت إجابتها إيه، كايرو، أدي أول حاجة. طب النقاط اللي أنت حطها على السؤال ده، هقول له حط لي درجة، لا حط لي 2، لا حط لي 3، تمام، وهقول له تم. أدي أول سؤال أنا حليته، بيقول لي إن أنت إجمالي النقاط عندك 3 لأن أنا أديت السؤال ده 3. طيب في حاجة كمان، لو أنا جيت بقى هنا على السؤال ده بعد ما حولته خيارات متعددة أو MCQ وضغطت على الثلاث نقط بتوعي اللي هنا دول، هلاقي في تحت خالص ترتيب الخيارات عشوائيا. يعني ايه؟ يعني في طالب هتظهر له الخيارات اللي هي الاوبشنز بتاعتي، كايرو، جيزة، أليكس، قينا، زي ما انا كاتباها كده. لا ده في طالب تاني هتظهر له جيزة، كايرو، أليكس، قينا. لا ده في طالب تالت هتظهر له قينا وبعدين جيزة وبعدين كايرو وبعدين أليكس، تمام. فده ترتيب الخيارات، ترتيب الاوبشنز. لكن التانية كانت ترتيب الايه، ترتيب الاسئلة في السيتنج، ترتيب الاسئلة. وترتيب الاسئلة هرجع اقول تاني لا يفضل على الجوجل فورم، انا ما بحبوش، نوت بريفير على الجوجل فورم، لانه بيقلب لي الدنيا. انا اول خانة اللي انا حطاها للنيم والاي دي بعد ما كانت بتبقى في الاول بتبقى في الاخر، ما بيعمليش لوك الاسئلة معينة انها تفضل في مكانها، عكس الاوفيس فورم بيحتفظ لي بده، بيقول لي انت لو عايز السؤالين دول تسيبيهم في الاول انا هسيبهم لك، وابدأ اعملي شوفلينج الباقي الاسئلة. هاجي بعد كده على الاسي، طبعا اسئله الاسي خلاص انا مش هاجي جنبها لان انا هصلحها كده كده مانيو. هقول له سؤال الجوفرنمنت ده، هقول له ان انا عندي دي قائمه منسدله، هقول له برضو ان مفتاح الاجابه بتاعي كان كايرو، وهديلها ايه درجتين تم، وبعمل كده ايه في باقي الاسئله بتاعتي. في كل بقى الاسئله نفس الوضع. طيب خلاص انا خلصت اسئلتي وعملت امتحان وعملت كل الداتا اللي انا عايزاها، عايزه اعمل كوليكشن عشان هبعت لهم سيرتيفيكت، انا عايزه لا حولته لاختبار، انا مش هبعت لهم الدرجات، انا هراجعه الاول، انا هعمل حاجات كتير جدا، فبسيب كل الحاجات دي كلها لوقتها. بعد كده بقى انا عايزه ابعت بقى ده، سواء كان سيرفي سواء بعد ما قلبت امتحان دلوقتي للطلبه، ففي كلمه ارسال بالنسبه لنا اللي فوق على الشمال دي upper left side، بضغط عليها بيقول لي انت عايزه تبعتيه عن طريق البريد الالكتروني، يعني زي مثلا ان انا الجروب بتاعي عباره عن 20 طالبه، انا واخده الايميلات بتاعتهم كلها، بروح واخدها كوبي وبروح هنا حطها بيست واروح قايله له ايه ارسال، اعمل لهم ايه ارسال. لا الاسهل بالنسبه لنا هي وسائل السوشيال ميديا اللي احنا بنستخدمها، فبضغط بعد علامه الايه الايميل دي بروح ضغط على اللينك، بيقول لي ده اللينك اللي انت هتاخديه، فبقول له اللينك ده طويل قوي اعمل لي تقصير لعنوان اليو ار ال، وبقول له اعمل لي نسخ ليه، وبروح على اي موقع سوشيال ميديا بالنسبه لي مفتوح على جهازي واروح عامله له ايه، عامله له بيست. لا ده انا عندي كمان ويب سايت عايزه احط عليه اللينك ده، فهعمل امبيد، دي اسمها امبيد، باخد الايه الامبيد ده واروح احطه على الويب سايت بتاعي، مثلا زي ويب سايت الجامعه، لا ده انا شركه فانا هحطه على الويب سايت بتاعي، لا ده انا قسم، ده انا ديبارتمنت وعامله الاستبيان ده للستاف بتوعي، او عامله الاستبيان ده للطلبه اللي عندي، فبروح بروح احطه على الويب سايت ايه الخاص بيا. بعد كده اخر حاجه بالنسبه لنا التلات نقط دول اللي موجودين على الشمال من فوق خالص، بضغط عليهم بيقول لي تراجع، يعني اخر مثلا اخر عمليه انا عملتها هبدا ارجع عنها الغيها، لا بقول له مثلا انا خلاص خلصت بالنسبه لي، يعني برضو زي ايه نبص كده، لو انا حطيت هنا
لو انا حطيت هنا سؤال وقلت له مثلا where are you مثلا وانا مش عايزه السؤال ده خلاص بروح دايسه هنا واقوله ايه تراجع سوري ده ديليت تراجع ده لو انا ايه عايزه ارجع حاجه انا مسحتها يعني انا مسحت دلوقتي اللي هو وير ده هيبدا هو رجعهولي وير ار يو اهو وير ار يو طيب انا وير ار يو ده في سؤال فاضي فوقيه فانا عايزه ارفعه عندنا هنا 6.6 دوتس كده بقف عليهم بلاقي يتحول لي العلامه لعلامه البلس دي ببدا اسحب بيها كده وارفعه في المكان اللي انا عايزاه وده الحل في كل الاسئله لو وقفت هنا برضو على ال 6 دوتس اللي موجودين دول في النص ببدا ارفع واطلع ايه في اللي فوقيها واللي فوقيها وهكذا طيب ايه تاني عندي في الايه في السيتنج بتاعتي في الثلاث نقط دول يبقى تراجع انا برجع سؤال مثلا مسحته طيب انشاء نسخه انا السيرفي ده مثلا عايزه اعمله الاولى وثانيه وثالثه للتيتشنج ستاف اللي بيدي اولى وتيتشنج ستاف اللي بيدي ثانيه وتيتشنج ستاف اللي بيدي ثالثه وعملته مره وهنا مثلا كتبت له دول لا ده انا دول بقى ده انا ده دول التيتشنج ستاف اللي هيدوا مثلا فيرست يير طب عايزه اعمله هعمله تاني من غير ما اقعد اكتب كل ده تاني فهقول له هنا انشاء نسخه يبقى بعد تراجع انشاء نسخه هروح ضغط له على انشاء نسخه وهقول له ده انا هعمله للبتوع السكند يير اعمل لي نسخه فبقول له حسنا يبدا هو ايه يعمل لي نسخه تانية اهي فيرست يير دي هروح بس مغيرها لان هو نقله لي زي ما هو بالظبط فبقول له هنا اهو لا اعمل لي ده سكند year وبيبدا هو بقى ايه يحمل لي الايه النسخه دي وببدا اعمل third وfourth according بقى ايه اللي انا ماشيه فيه في اتجاهي يبقى انا عملت تراجع رجعت سؤال مسحته عملت انشاء نسخه جديده انا ده كنت عاملاه مثلا للتيتشنج ستاف اللي بيدرسوا للفيرست يير هعمل واحد سكند ثيرد فورث according للايه العدد اللي انا عايزه اعمله يا اما ان انا بمسحه خالص يا اما بحصل على الرابط يا اما بعمل له برنت تمام يا اما ان انا بضيف متعاونين لو انا معايا حد عايزاه يحذف يضيف يعني احنا مثلا اتنين مثلا بندي اتنين بندي مثلا اتنين ستاف بندي نفس الموديول مع بعض واحنا الاتنين هنشارك ايه مع بعض في السيرفي ده فانا عملته وقلت لها ايه ادخلي بقى ايه عدلي ظبطي يعني شوفي الاسئله اضيفي اسئلتك او 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 كوردنج الحاجات كتير جدا طبعا احنا مثلا عشان لو حد فينا مش موجود بنضيف بيضيف التاني عشان خاطر تحسبا لاي ظرف ممكن يحصل فبنضيف متعاونين اضغط على كلمة اضافة متعاونين كده ده بيقول لي انت المالك للايه للسيرفي ده فبقول له مثلا انا هضيف اسلام واسلام دي هتبقى محرر بيقول لي انها هتبقى محرر يعني من حقها الحذف والاضافة فبقول له اوكي وبعمل لها ارسال ده بالنسبة للايه للجوجل فورم طب انا مش عاجبني شكلها كده ولا الموف بتاعي ده كله ولا الدنيا دي كلها بروح ضغطة هنا على كلمة تخصيص المظهر وبختار مثلا اللون لا ده انا كمان عايزه اختار صوره فبضغط هنا بقول له اعمل لي دي باك جراوند اهو تمام بدا يعملها لي باك جراوند لا انا عندي صوره وانا عايزه اختارها من جهازي فبقول له تحميل طيب التحميل ده حاجه من اتنين يا اما ان انا بضغط على كلمه التصفح وبقعد ان هو يجيبها لي يا اما ان انا من على الجهاز سريعا كده بقول له ايه هي الصوره اهي مثلا حطها لي على طول دراج اند دروب انا سحبتها وحطيتها على طول مباشره وبقول له ايه افتح طبعا هنا الايه بحدد الحدود بتاعتي وبقول له تم تمام بدا حط لي الايه الصوره وطبعا انا ايه بقعد ايه يعني بقعد اشوف حدودها وحجمها وحاجات كتير جدا وبدا هو حط لي الصوره لايه اف ام جي كليه الطب بنات جامعه الازهر اللي هو البارت من اللوجو بتاعنا وبكده انا اكون خلصت البارت بتاع الجوجل فورم في اي كويستشنز عن الجوجل فورم في الدكتور